اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من امام مقر المديريه الجهويه للتربيه والتكوين اللي كنتواجدوا امام لجهه فاس مكناس، واللي كنتواجدوا اليوم امام المديريه الاقليميه لمكناس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كحضروا معنا هنا اباء وامهات تلاميذ مؤسسه عموميه بمولاي ادريس الزرهون او تابعه لمولاي ادريس الزرهون، وبالضبط بالتانغزه بجماعه سيدي عبد الله الخياط. كيقولوا هاد الناس هادو هنا امام مقر المديريه الاقليميه انه كاين يعني تم تنقيل ديال ولادهم بحكم واش الاكتضاض واش مجموعه ديال المشاكل، علاش هاد الوليدات تحولوا، خصوصا الوليدات اللي نجحوا في السادس ومشاو للسابعه. غادي نخليكم معاهم وهما غادي يقولوا لنا كيفاش المشكل بالضبط وعلاش اليوم اختاروا انهم يجيو امام المقر ديال المديريه الاقليميه. كيقولوا هاد الناس انهم من بعد ما تسدوا الابواب في وجههم جاوا يلتجؤوا للمسؤولين الكبار باش يلقاو حل للوليدات اللي باقيين صغار. عام شريف، شنو المشكل اللي واقع لكم؟ سيدي حنا الدراري اللي تنجحوا في السات تيصيفطوا لنا ليت سيدي حسين، حنا ليت سيدي حسين ما جات هي جات هي في الغابه وفي الخلا. الفيا ما في لا امن لا درك، ما كاين لا امن لا درك، لا واش الانسان حنا نصيفطوا ولد 10 سنين ولد 11 عام نصيفطوه لتما لا امن لا درك يقبضوا وحده يقبضوا شي حاجه لا تكون الشعب. ما حنا خصنا يردوا لنا ولادنا نقيدوهم. بعيد عليكم؟ بعيد علينا ب 20 كيلومتر تقريبا او 18 كيلومتر. 20 خصك هذه غيضربها هذا؟ ايوا هاد الناس هادو هذاك كان عام من اول ولين وردوا وحبسوا دوك الدراري اللي كانوا طلعوا عام من اول عاود شهرين ما قراوش وعاد صفطوهم لقالوا المحقه ودابا سيروا لمولاي ادريس. دابا حنا ملي مشينا نقطعوا لولادنا في مولاي ادريس رفضونا، قال لك لا انتم على حسينات تمشيو في حسينات. انتم شكون اللي مزيان لكم؟ حنا مزياننا مولاي ادريس. علاش؟ هو الامن. ولا بغيت انا نمشي نشوف ولدي كتيقرا ولا ما تيقراش، بغيت نمشي نشوف ولدي كتيقرا ولا ما تيقراش، تركب 10 دراهم وتمشي تنخلط عليه تنشوفو او تمشي مو تما. ما كاينش ترصبور، يعني الا بغيت نمشي نشوف ولدي نراقبو خصني 300 درهم ديال الكورسه. 300 درهم 300 درهم واي مسؤول يقول ويلا صاب الكورسه من تالغزه لا حسين قل من 300 درهم يحكموا عليا بالحبس. انا ما كاينش اللي غادي يديك المزود زي القي 16 درهم، شكون ما غادي يديك بالكورسه؟ انت ما غادي بالكورسه كلشي غلا باش نمشي نشوف الولد كتيقرا ولا ما تيقراش. نولي نخرجو يمشي يدير يخرج كلو الشهر كاع يخرج يمشي كريسي وما نخليهش ما لقينا ما لقيت له جهد دونو على رقب المسؤولين. ما كاينش النقل المدرسي عاد بابا يصاوب ولكن ما نعرف تيقولوا غادي ما كاينش لا ما كاينش ما كاينش عاد تيقولوا ما كاينش ما كاين حتى شي حاجه باقي ما كاين والو. يسمعوا الاب كذلك لا النقل كيقولوا غيصابوا ولكن لا شد الميكرو كيقولوا غادي يصابوا النقل ولكن ما نعرف. والولاد واخا يمشيو بالنقل تما ما كاين اللي غادي يتبع، شكون اللي غادي يوصل النقل؟ غادي يهز المراه يوصل تشوف بولدها انك جاو على برا جاو مرميه. دابا فاش كيقراو؟ ها الولد دابا كان في السادسه يطلع السابع كان في السادس ولا لا؟ كان البنيات كانوا وليدات صغار راه هنا ما هي ما جبناش يكون المراه بلا عيالات فين جاوا حبت ها هما جاوا واش دابا غير الدوار ديالكم ولا مجموعه القلعه وشاور؟ القلعه وتالغزه هما كاملين عايشين هذا المشكل. كلنا عايشين في هذا المشكل. شنو شنو القلعه؟ عيط لشي مراه عيط قلنا نعم. دابا كاين تالغزه كاين القلعه والدراري ديال جماعه سيدي عبد الله الخياط هما هذاك هما نفسهم هما نفسهم. هادو دابا هادو اللي سمعت لهم تما ترونسبور ما كاينش؟ لا الترونسبور من عندنا المول ديال موجود كاين وحنا الا بغينا نشوفوهم كاين النقل المزدوج وكاين فاش نركبو. دابا هذاك هاد حسينات ما كاينش النقل. هاد حسينات واش اعداديه؟ عاد بناو اعدادي جديد وجاب من طار الربع بحديها اعدادي. واش بدا السكان؟ لا السكان ديالهم هما شلوح كاينين تما حنا عرب وهما شلوح. نعم ايه واشي هو خاص الكلمه تكون الاخيره. الكلمه الاخيره هاد الشيء بغينا وليداتنا يخراو ولا ما حاولوش نخرجوهم الله يجعل التقلب في رقبتهم هي الكلمه الاخيره سيدي.
نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا الان كانت يعني الكلمه ديال احد الاباء هنا من منطقه او من جماعه السيدي عبد الله الخياط وبالضبط من ترغزه. وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي هاد الناس كيقول لك ان وليداتهم بعد يعني النجاح ديالهم في الاقسام الابتدائيه ودازوا الاعدادي بالضبط فمؤسسه اللي متوفره فهي كتبعد عليهم تقريبا ب 15 كيلومتر حتى ل 20 كيلومتر وهذا اللي كيشكل مشكل بالنسبه لوليداتهم الصغار. فهو على المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي الان سمعنا تصريحات ديال بعض الاباء اللي كيقول لك انا الا ما لقيناش الحل فغنضطروا انه نخرجوا هاد الوليدات وغادي نمنعوهم كاع من الدراسه. فما كنتمناوش ان هذا الشيء يحصل والحمد لله ثقتنا كبيره في الجهات المسؤوله هنا على مستوى المديريه الاقليميه انه يكون حل يعني حل مناسب لكل الاطراف للوليدات خصوصا الاطفال. هذا هو الاساسي انه تقريب المؤسسات للاطفال. وحنا اصلا المغرب الحمد لله داخل في عدد من السياسات من اجل محاربه الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس وغيرها وخصوصا الفتاه القرويه والطفل القروي انه يتشجع ويكمل الدراسات ديالو. فشكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كنا معكم من هنا من امام المديريه الاقليميه بمكناس الى اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم مراسل قناه منير معطاوي.